اهلا بيكم مع درس جديد من دروس الجبر. ضرب مقدار جبري ذي حدين في مقدار جبري اخر. ان شاء الله يكون درس سهل وبسيط. خدنا في درس سابق وتعلمنا ازاي نضرب حد جبري في مقدار جبري. النهارده نتعلم ازاي نضرب مقدارين جبريين في بعض. لو انا عايز اضرب المقدار الجبري 4 س زائد 1 في المقدار الجبري 2 س زائد 3 اضربهم ازاي؟ في طريقتين للحل، هنحل بالطريقتين وانت تختار الطريقه اللي تناسبك. تعالوا نشوف اول طريقه. اول طريقه ان انا هاخد الحد الاول واضربه في القوس كله في القوس الثاني، يبقى 4 س في 2 س زائد 3، وبعد كده اخد الحد الثاني اللي هو الواحد واضربه في القوس كله برضو اللي هو واحد، هقول زائد 1 في 2 س زائد 3. تعالوا بقى مسألة اتقلبت لضرب حد جبري في مقدار جبري. تعالوا نشوف نضرب 4 س في 2 س ب 8 س اس 2 و 4 س في 3 ب 12 س، واما اجي اضرب الواحد في القوس اللي جواه 2 س زائد 3 ينزل لي هو القوس 2 س زائد 3. تعالوا نجمع مع بعض الحدود المتشابهه. 12 س زائد 2 س هتديني ب 14 س، وانزل بقيه الحدود زي ما هي. تعالوا نشوف الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا عليها من شويه. الطريقه الثانيه سهله وبنحلها في خطوه واحده، نتيجه المساله تطلع كلها في خطوه واحده. الفكره كلها ان اول خطوه هضرب الحد الاول في الحد الاول، يبقى 4 س في 2 س ب 8 س اس 2. تاني خطوة هقول الحد التاني في الحد التاني، يعني واحد في تلاتة بتلاتة، وخليه في الاخر. طب الحد الاوسط يطلع لي بايه؟ دي ركز معايا بقى، هضرب الاطراف مع بعض، يعني 4 س في 3 ب 12 س. هضرب الحد الاول من القوس الاول في الحد الاخير من القوس الثاني اللي هم الاطراف، وبعد كده هضرب القريبين من بعض اللي هو الحد الثاني في القوس الاول والحد الاول في القوس الثاني، 1 في 2 س ب 2 س، واجمعهم بقى مع بعض. بعد ما ضربت الاطراف وضربت القريبين في من بعض، طب هجمعهم بقى 12 س زائد 2 س ب 14 س. شفتوا المساله طلعت في خطوه واحده ازاي؟ تعالوا نشوف ازاي مربع مقدار ذي حدين. نفك ازاي مربع مقدار ذي حدين. عندنا المقدار 3 س زائد ص الكل اس 2 مربع، ادي مربع المقدار 3 س زائد ص. تعالوا نفكه ازاي. القاعده بتقول اول حاجه مربع الاول، والحد اللي في النص هيبقى الاول في التاني في 2، وبعد كده هيبقى الحد الاخير مربع الثاني. تعال نفكها بقى، 3 س مربع 3 س ب 9 س اس 2. طب الحد الاوسط هيبقى الحد الاول في التاني في 2، 3 س في ص في 2. طب الحد الاخير عندي هيبقى مربع الثاني، هيبقى ص اس 2. تعال نجمع مع بعض، هتبقى 9 س اس 2، نقول 3 س في ص في 2 ب 6 س ص زائد ص اس 2. تعال نشوف مربع مقدار ذي حدين اخر. تعالوا نشوف 4 م ناقص 7 الكل اس 2، نفكها ازاي؟ نفس القاعده، نتبع نفس القاعده والخطوات. مربع الاول 4 م تربيع تبقى 16 م تربيع. طيب الحد الاخير، الحد اللي في النص هيبقى ايه؟ هيبقى الاول في الثاني في 2، 4 م في سالب 7 في 2. طيب الحد الاخير هيبقى سالب 7 اس 2 ب 49. طب تعالوا نجمع مع بعض، 16 م اس 2، 4 م في سالب 7 في 2 يعني 8 في سالب 7 سالب 56، والم تنزل زي ما هي، زائد 49. وبكده يبقى انا عرفت فكت مربع مقدار ذي حدين، الفكه بتاع قوس الكل تربيع. افكه ازاي؟ بالقاعده، مربع الاول زائد الاول في الثاني في 2 زائد مربع الثاني. وخلي بالك من الاشارات. تعالوا نشوف مثال اخر ونحله بايدينا. بيقول 8 س ناقص 2 في 3 س ناقص 7. نحلها ازاي؟ اول حاجه هضرب ال 8 س في القوس كله، يبقى 8 س هضربها في 3 س ناقص 7، وبعد كده ناقص 2 هضربها في ايه؟ 3 س ناقص 7. تعالوا نضربهم مع بعض نفك. 8 س في 3 س بكام؟ ب 24 س اس 2. طب ال 8 س في سالب 7 يبقى بسالب 56 س. طب تعالوا نشوف سالب 2 اضربها في 3 س تبقى بسالب 6 س. طب اضرب السالب 2 في سالب 7
تبقى بموجب 14، تعالى جمع الحدود المتشابهة، 24 سين أس 2. طيب سالب 56 وسالب 6 تبقى سالب 62 سين، سالب 62 سين موجب 14. وبكده يبقى أنا خلصت ضرب مقدارين في بعض. طب تعالوا نشوف المثال اللي بعده، سالب 12 ميم موجب 9 في سالب 12 ميم سالب 9. تعالوا نتبع خطواتنا ونشوف هنضرب ازاي. اول حاجة هنضرب السالب 12 ميم، هنضرب السالب 12 ميم في ايه؟ هنضرب السالب 12 ميم في القوس كله، تبقى سالب 12 ميم في سالب 12 ميم بكام؟ ب144 ميم اس 2. 12 في 12 ب144 وميم في ميم بميم اس 2. طيب زائد سالب 12 ميم هضربها في ايه؟ هضربها في سالب 9. سالب 12 ميم هضربها في سالب 9. سالب 12 في سالب 9 تبقى سالب 12 ميم في سالب 9 تبقى بموجب 108 ميم، تبقى بموجب 108 ميم. طيب تعالوا نضرب بقى 9 في القوس كله، 9 سالب 12 ميم تبقى بكام؟ سالب 108 ميم. طب تعالوا نضرب 9 في كام؟ 9 في سالب 9، 9 في سالب 9 تبقى بسالب 81. هنلاحظ ان 108 ميم ناقص 108 ميم بصفر راحوا مع بعض، يبقى الناتج 144 ميم اس 2 ناقص 81. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان 144 ميم اس 2 هي مربع، مربع ايه؟ مربع سالب 12 ميم، وال 81 هو مربع 9. يبقى لو عندنا قوس ألف ناقص ب هنضربه في ألف زائد ب، يعني هو القوس بنفس الأعداد بس الإشارة النص مختلفة، قوس سالب وقوس موجب، يبقى النتيجة ألف تربيع ناقص ب تربيع، ألف تربيع ناقص ب تربيع، مفيش حد أوسط، مفيش حد أوسط. تعالوا نشوف مثال، والمثال بيقول س زائد 4 الكل أس 2 في 3 س زائد 2 عندما س بتساوي 1. نحلها ازاي؟ عايزين نوجد قيمة المقدار ده عندما س بيساوي 1. أول حاجة أفك القوس الكل تربيع، يبقى مربع الأولاني تبقى س تربيع زائد الأول في التاني في 2، يعني س في 4 في 2، 2 في س في 4، 2 في س في 4 يبقى ب8 س، زائد 4 أس 2 تبقى ب16، 4 تربيع ب16. القوس ده كله مضروب في كام؟ في 3 س زائد 2. بعد كده الدور على ايه؟ هنضرب مقدارين جبريين في بعض، يبقى هاخد 3 س اضربها في القوس كله، اضرب في اول حد في س أس 2، 3 س في س أس 2 تبقى ب3 س أس 3. بعد كده الحد اللي بعده هضرب ال 3 س في 8 س تبقى بموجب 24 س أس 2. بعد كده ال 3 س هضربها في 16 تبقى بكام؟ ب48 س. 3 في 16 ب48، 48 س. طب بعد كده نضرب الاثنين، نضربها في القوس كله، 2 في س تربيع ب2 س تربيع. طيب 2 في 8 س تبقى زائد 16 س. طيب 2 في 16، 2 في 16 ب32، 2 في 16 ب32. كل ما عليا بقى ايه؟ ان انا اجمع الحدود المتشابهة. هينزل ال 3 س تكعيب، 3 س تكعيب او 3 س اس 3 زي ما هي، ونجمع، نجمع ايه؟ نجمع بقى الحدود المتشابهة. تعالوا ناخد س تربيع مع س تربيع، 24 س تربيع تربيع زائد 2 س تربيع ب26 س تربيع. طيب تعالوا نجمع السينات، 48 س زائد 16 س، 48 زائد 16، 8 زائد 6 ب14، 4 ومعايا الواحد، 1 و4 5، و1 زائد 1 6 يبقى 64 س. زائد تعالوا بقى نجمع الارقام مع بعض، 32 مفيش ارقام تانية زيها، ننزلها زي ما هي، يبقى انا كده جبت قيمة المقدار. تعالوا بقى نشيل كل س ونحط بدلها 1 عندما س بتساوي 1، هشيل كل س في المقدار ده واحط مكانه 1، يبقى 3 في 1، 3 في 1 أس 3
زائد 26 في 1 أس 2 زائد 64 في 1 زائد 32. تعالوا نشوف المقدار هيساوي 3 في 1 أس 3 ب3 زائد 26 زائد 64 زائد 32. خلي بالك من التجميع، 3 زائد 26 ب29، 29 زائد 64 زائد 32 بكام؟ ب96. تعالى جمع معايا، 9 زائد 6 15، 5 ومعانا الواحد، 3 و12، 3 زائد 9 12 ب125. طبعا الآلة بتحل الخطوات بسرعة جدا في ثواني، بس احنا نحب مع بعض نشغل مخنا. تعالوا نشوف مثال من نوع اخر بيقول اوجد قيمة كاف في كل مما يأتي. اذا كان 2 سين زائد صاد الكل اس 2 بيساوي 4 سين تربيع زائد كاف سين صاد زائد صاد تربيع. عايز قيمة كاف، نجيبها ازاي قيمة كاف؟ ما انا عارفة فكت القوس الكل تربيع مربع الاول، مربع الاول 2 سين 4 سين تربيع، مربع التاني صاد تربيع صاد أس 2 صاد تربيع. طب الأول في التاني في 2، تبقى كاف في سين في صاد دي هي المفروض الأول في التاني في 2، يعني 2 سين في صاد في 2، 2 سين في صاد في 2 يعني هتساوي 4 سين صاد. 4 سين صاد يعني كاف سين صاد بتساوي 4 سين صاد، يبقى كاف بكم؟ يبقى كاف بأربعة. يبقى كاف عندي هنا قيمة العددية الكاف بأربعة. طب تعالوا نشوف مثال آخر، إذا كان سين ناقص صاد في 2 سين زائد صاد هتساوي 2 سين تربيع زائد كاف سين صاد زائد ناقص صاد تربيع. طب هنجيبها ازاي؟ سين ب 2 سين أس 2، طيب سالب صاد في صاد بسالب صاد أس 2. طب ناقص ايه؟ ناقص ان انا اضرب الاطراف مع بعض والقريبين مع بعض واجمعهم سين في صاد بسين صاد. طيب سالب صاد في 2 سين بسالب 2 سين صاد، كل ما عليا بقى ان انا اجمعهم، يبقى كاف سين صاد هتساوي سين صاد ناقص 2 سين صاد بسالب سين صاد. عملت ايه؟ حطيت الرموز زي ما هي وطرحت المعاملات، 1 ناقص 2 بسالب 1، يبقى اذا الكاف عندنا بكام؟ يبقى الكاف عندنا بسالب 1، الكاف بسالب 1، الكاف بسالب 1. طب تعالوا نشوف المثال اللي بعده، اذا كان س زائد 3 في س ناقص 3 بتساوي س تربيع زائد كاف. عايز قيمة كاف، عايز قيمة كاف. طب نجيب قيمة كاف ازاي؟ ما احنا متفقين بقى، فاكرين لما قلت لك الف زائد ب لما اضربهم في الف ناقص ب، يعني اما اضرب قوسين في بعض وفرق بينهم نفس الارقام ونفس الاعداد بس الفرق بينهم قوس موجب وقوس سالب، يبقى النتيجة ايه؟ النتيجة حدين فقط، الف تربيع ناقص ب تربيع، هو ده بالظبط. س زائد 3 في س ناقص 3 المفروض هتساوي ايه؟ المفروض هتساوي س تربيع ناقص 3 في 3 ب9، يبقى الكاف عندنا بكام؟ يبقى الكاف عندنا بناقص 9، الكاف بسالب 9، ويبقى انا كده جبت قيمة كاف. شفتوا المسائل سهلة وبسيطة ازاي؟ تعالوا نشوف مثال من نوع اخر، اكتب مقدارا جبريا يعبر عن محيط ومساحة الجزء المظلل في الشكل المقابل. عندنا مستطيل بس متاكل منه حتة كده من فوق، عندنا بعدي المستطيل الطول 3 س زائد 5 والعرض 5 س زائد 4، والحتة الصغيرة اللي متاكلة فوق مدينا برضو طولها وعرضها س و 3 س ناقص 1. طب عايزين نكتب مقدارا جبريا يعبر عن محيط ومساحة الجزء المظلل، الجزء المظلل اللي هو الازرق ده. طب الجزء المظلل عبارة عن ايه؟ هقول الاول ابدأ بمساحة الجزء المظلل، مساحة الميم يعني مساحة زي ما متفقين، ميم يعني مساحة، مساحة الجزء المظلل هو مساحة المستطيل الكبير ناقص مساحة المستطيل الصغير ناقص مساحة المستطيل المقشوط. يبقى مساحة المستطيل الازرق الكبير هو ايه؟ هو الطول في العرض، يعني 5 س زائد 4 هضربها في كام؟ هضربها في 3 س زائد 5، هضربها في 3 س زائد 5. طب انقص منها ايه؟ انقص منها مساحة الجزء ده، برضو مستطيل صغير مساحته الطول في العرض س
في 3 س ناقص 1. تعالى بقى نضرب مع بعض المقادير الجبرية دي. تعالى نضرب 5 س في 3 س بكام؟ 5 س في 3 س ب 15 س تربيع. طيب بعد كده هضرب الخمسة س، هضرب الخمسة س في 5، 5 س في 5 ب 25 س. بعد كده هضرب الاربعة في 3 س زائد 12 س. طب اضرب الاربعة في 5 بتساوي موجب 20، موجب 4 في 5 ب 20. طب بعد كده هضرب الس في سالب س في 3 س، يبقى سالب 3 س اس 2. خلي بالك هجمع الاسس، سالب س في سالب 1، سالب س في سالب 1، سالب س في سالب 1 تبقى بموجب س، سالب س في سالب 1 تبقى بموجب س. طب تعالوا مع بعض نجمع بقى الحدود المتشابهة. هتساوي 15 س أس 2 سالب 3 س أس 2 تديني 12 س أس 2. طب تعالوا عند السينات، 25 س زائد 12 س زائد س، طيب تدينا كام س؟ 25 زائد 12 37، 37 زائد س ب 38 س. طيب والعشرين هتبقى موجب 20، منساش خلي بالك في تجميع الحدود المتشابهة. يبقى أنا كده جبت مساحة الجزء المظلل، عبرت عنه بمقدار جبري. تعال نشوف المحيط بقى، محيط الجزء المظلل، محيط الجزء المظلل، محيط الجزء المظلل هو بيساوي ايه؟ المستطيل الكبير ناقص محيط المستطيل الصغير. طيب محيط المستطيل الكبير إيه اللي هو ايه؟ عندنا 2 طول و2 عرض، يبقى 2 في الطول زائد العرض 3 س زائد 5 زائد 5 س زائد 4. يبقى ده محيط المستطيل الكبير، ننقص منه محيط المستطيل الصغير، برضو 2 الطول زائد العرض 3 س ناقص 1. وتعالى بقى نجمع المقادير الجبرية دي، 2 واقفة بره، 3 س زائد 5 س، نجمع الحدود المتشابهة ب 8 س زائد 5 زائد 4 ب 9 ناقص 2 في س 2. نجمع الاول، ناقص 2 س زائد 3 س 4 س ناقص 1. تعالوا بعد كده نضرب، نضرب بقى الاتنين اللي واقفه بره جوه القوس، نضرب الاتنين اللي واقفه بره جوه القوس، يبقى 2 في 8 س ب 16 س زائد 2 في 9 ب 18 ناقص 2 في 4 س بناقص 8 س. طيب ناقص 2 في سالب 1 بموجب 2. تعالوا نجمع مع بعض، 16 س ناقص 8 س ب 8 س، نجمع الحدود المتشابهة، 18 زائد 2 بموجب 20. يبقى أنا كده جبت مساحة الجزء المظلل ومحيط الجزء المظلل، وبكده تكون انتهت مسألتنا. تعالوا نشوف مسألة من نوع آخر، بتقول اوجد ناتج كلا مما يأتي، 41 أس 2 على صورة س زائد ص الكل أس 2. دي عايزين نحطها في صورة رقم زائد رقم الكل أس 2، نحطها ازاي؟ يبقى 41 الكل أس 2 ممكن احطها، كم زائد كم يدينا 41؟ عشان نعرف نجيب التربيع بتاعها، يبقى 41 هي 40 زائد 1 الكل تربيع. ما هو 40 دي بقى اقدر افكها بكل سهولة، 40 تربيع يبقى بكام؟ انزل الصفرين واقول 4 تربيع ب 16، 1600. طيب زائد الاول في التاني في 2، 2 في 40 في 1، 2 في 40 في 1، زائد الاخير مربع، الاخير مربع الواحد واحد، يبقى هتساوي ايه؟ 1600، 1600 زائد 2 في 40 ب 80 زائد 1، يبقى 1600 زائد 80 زائد 1 بكام؟ 1600 زائد 81، 1600 زائد 81 يعني هنزل ال 81 وانزل ال 16، 1681. شفتوا ازاي جبت 41 لكل اس 2 بطريقة سهلة على صورة س زائد ص لكل تربيع؟ طب تعالى 49 لكل تربيع عايزين نحطها على صورة س ناقص ص لكل تربيع، نعملها ازاي؟ بنفس الطريقة، 49 لكل اس 2 هتساوي، او عايزين عددين
نطرحهم من بعض يدينا 49، وفي نفس الوقت يكون ارقام سهلة كده عشان نعرف نربعها. يبقى 50 ناقص 1، 50 ناقص 1 ب49 لكل تربيع. تعال نشوف مربع الاولاني، 50 أس 2 ب2500. طيب بعد كده ناقص الاول في التاني في 2، 2 في 50 في 1. طب بعد كده زائد مربع التاني، مربع الواحد 1. طب تعالوا نجمع 2500 ناقص 2 في 50 ب100 زائد 1. 2500 ناقص 100 زائد 1. 2500 ناقص 100 بكام؟ ب2400. 2400 زائد 1 تبقى 2401. شفت الطريقة سهلة وبسيطة ازاي؟ ان انا في الصورة اللي مدهاني قدرت اجيب مربع الرقم بكل سهولة. وبكده يكون خلص درسنا النهاردة. نتمنى يكون درس سهل معنا، فهمنا، تعلم ببساطة.